إلى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية أن ترشح مملكة البحرين ليس بالجديد عليها، حيث أن المملكة لديها مساهماتها الكبيرة في المحافل الدولية من خلال علاقاتها مع المنظمات المختلفة، فضلا عن مساهمة البحرين بشكل فاعل في إبراز الإنجازات الوطنية في ملفات حقوق الإنسان. هذه ليست المرة الأولى التي تترشح فيها مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان. دخلنا في الماضي في لجنة حقوق الإنسان قبل أن تتحول إلى مجلس مرتين، عضويتين متكاملتين، ودخلنا أيضا مرتين في مجلس حقوق الإنسان في الفترة الماضية، فهذه المرة الخامسة. فنحن ندخل المجلس هذه المرة بخبرة راسخة، خبرة طويلة، وبتجارب ناجحة، وبسجل إنجازات رائدة ومبتكرة في مجال حقوق الإنسان. وهذه الخبرة وهذه الإمكانيات نريد أن نوفرها للمجتمع الدولي ولكافة المنظمات الدولية متعددة الأطراف، بأن نساهم مع شركائنا في العالم بتنمية وتعزيز وصون كرامة الإنسان على كافة المستويات.